للاعب محمد عبد الله. محمد عبد الله لف ودوران حلو قوي، لف ودوران وتصويبه حلوه. ادي الهدف، ادي الهدف اهو، لسه بقول لحضراتكم ادي الهدف في هذه اللحظات، وبالفعل هدف اول للنادي الاهلي في مباراه اليوم. فارس خالد بيسجل الهدف الاول في احداث هذا اللقاء، لعيب كبير كمان وماسك ريشه فنان في اللقطه اللي فاتت دي، وسجل هدف للنادي الاهلي. ادي اللقطه، ادي اللف، وادي الدوران، وادي الكرة الحلوة للنادي الاهلي، والتصويبة الجميلة جدا من اللاعب فارس خالد اللي سجل الهدف الثالث ليه في دوري هذا الموسم، وهدف التعادل للنادي الاهلي في غزل المحلة، ويقدروا ان هم يشاركوا زملائهم في البناء الهجومي الحقيقة يعني. ادي كرة ملعوبة امامية عالية توصل مرة ثانية من اللاعب كباكا، بيلعبها هناك ناحية اليمين، استلام ومحاولة توصل لكباكا مرة ثانية، كباكا بيلعبها خطرة جدا، وادي محمد عبد الله بيلعب الكرة، وادي بقى الكرة خطرة، وابراهيم عادل وركلة الجزاء، ابراهيم عادل وركلة الجزاء للنادي الاهلي، ركلة جزاء للنادي الاهلي في مباراة اليوم مشاهدينا الاعزاء. ادي بقى امامنا ابراهيم عادل في هذه اللحظات، شوف بقى التبديلات اللي اجراها الكابتن حسن محمد، ابراهيم عادل وحسام عادل ومحمد رأفت غيروا الشكل للنادي الاهلي، وادي الراجل بيحصل على ركلة جزاء. ادي الدقيقة 84 مشاهدينا الاعزاء، وقبل يعني اقل من 6 دقائق على نهاية المباراة في وقت مهم جدا، كباكا احمد خالد كباكا وركلة الجزاء، احمد خالد كباكا اللي عنده 3 اهداف باذن الله يضيف الهدف الرابع ليه على المستوى الشخصي في دوري هذا الموسم، والثاني والتقدم للنادي الاهلي في مباراه اليوم ان شاء الله. ادي الاهلي وغزل المحله وركله الجزاء، احمد خالد كباكا، احمد خالد كباكا، ادي احمد خالد كباكا وركله الجزاء، وكباكا ياخد الاذن، كباكا ولا هدف الثاني، في فرق في الاحساس بينك وبين الناس، يا سلام عليك يا كباكا، بيسجل الهدف الثاني بشكل رائع جدا، لعبها على يمين حارس المرمى في مكان صعب شويه على الحارس عصام المحمدي اللي هو راح، وادي بقى لاعبي النادي الاهلي، ويعني رساله الدعم بقى لاخواتنا وحبايبنا في فلسطين العزيزه.